طيب بسم الله كده نجرب نشوف الباتر فلاي. فالباتر فلاي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ان انا بيبقى فيه ستيجز كده، والنودز دي احنا عايزين نوصلها ببعض. طيب مبدئيا كده انا عشان اعرف انا هوصل دي بايه، فانا بعمل اكس اور، والناتج الاكس اور لو طلع لي في موست سيجنيفيكانت بت ب1 وفي بت واحدة بس ب1، فساعتها هوصلها بيها. طيب يعني ايه؟ يعني ايه اصلا اكس اور؟ اكس اور اللي هو مثلا لو 1 1 مع 0 0 اكس اور مع بعض، لو مختلفين فبحط 1، يعني 1 و0 مثلا فتبقى 1، 1 و0 هتبقى 1. لو قلت مثلا هنا 0 1 ماشي، فدي كده هتبقى ب1 ودي كده هتبقى ب0 ماشي. تمام، فلو هما مختلفين بحط 1، لو هما متشابهين بحط 0. طيب احنا عشان نجرب نعمل اكس اور عشان نسهل على نفسنا، بنقول هنعمل اكس اور مع الحاجات اللي بتبتدي ب1، يعني الموست سيجنيفيكانت هي ب1 ماشي. فنعمل 0 0 يعني نبتدي من هنا نعمل اكس اور، يعني نعمل 0 0 مع 1 0 0، فنعمل 0 0 اكس اور اكس اور مع 1 0 0. طيب 1 مع 0 1، 0 مع 0 0، 0 مع 0 0. طيب كده يبقى هوصل ال 0 بال4، هوصلها بيها، وال4 برضو بال0 ماشي. طيب ايه كمان؟ لو انا مثلا عايزه اجرب حاجه تانية، عايزه اجرب مثلا 0 1 مع ال100 تاني او مع ال4 تاني، ف 1 1 و0 1، 0 0 0، 0 1 1 كده اوصلها. لا ما اوصلهاش، ليه ما اوصلهاش؟ عشان في بت كمان ب1، انا عايزه الموست سيجنيفيكانت بس اللي تبقى ب1. تمام، ممكن فنشوف هتنفع مع ايه، نشوف تنفع مع اللي بعدها ولا لأ. 101 011 000 110. طيب يبقى هي نفعت معاه، فنبقى نوصلها، نوصل دي بدي تمام والعكس. طيب في الاستيدج اللي بعدها، في الاستيدج اللي بعدها انا بطير بت، فدي كده تبقى بزيرو زيرو ماشي، ما تبقاش 3 زيروهات، تبقى زيروهين تمام. فلو جربنا زيرو زيرو مع 1 0 فتبقى كام؟ 0 0 0 1 1 0 0 0 تمام، فدي تتوصل بدي تمام، وهكذا. الستيج الثالثة هتبقى بيت واحدة بس، فتبقى مثلا 0 مع 1، ف 0 مكسور مع 1 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 1، فوصلها وهكذا ماشي. يعني احنا بنشوف المتشابه، واللي لازم يطلع لي الموست سيجنيفيكانت بيت ب 1 يبقى في 1 واحد بس. تمام، بس كده يعني اتمنى اكون افدتكم. وفي حاجه كمان برضو، ان هي الستيج يعني كلهم بوصلهم في الاول مع بعض كده خط مستقيم ماشي، قبل ما بعمل اكس اور كلهم بوصلهم مع بعض كده خط مستقيم زي ما انتم شايفين. تمام بس كده.